يا أهلا يا أهلا، اليوم راح نسوي معاكم مقلوبة بس إيش لذيذة من الآخر، غير عن المقلوبات اللي ذقتوها من قبل. إن شاء الله بتعجبكم وسهلة سهلة سهلة وبتحبونها. وراح نستخدم اليوم رز العائلة المدعم. رز العائلة المدعم فكرته مرة جميلة، والرز لونه ونظافته وحتى حبته راح تلاحظين إنها تطول، بس زي ما قلت لكم مدعم بالفيتامينات اللي غالبا تكون ناقصة ونحتاجها. رح نغسل الرز وننقعه ما يقارب النص ساعة. عندي عدة طرق للمقلوبة، هذه واحدة من الطرق اللي مرة لذيذة، وإن شاء الله نسوي معاكم بعدين طرق ثانية. سخنت الزيت وضفت البصل، أخليه ياخذ له لون حلو، ضروري ياخذ له لون جميل. لما أوصل لهذه الدرجة من اللون رح أضيف الثوم وقلبه شويات معاه. طيب في هذه المرحلة راح أضيف قطع الدجاج حقتي، قطعت الدجاج 8 قطع، تبين بالجلد أو بدون الجلد شيء راجع لك. راح أضيف بهار مشكل و7 بهارات، راح أضيف ملح، راح أضيف معجون الطماطم وأحمص. خلنا نحمص ونرجع. هنا يا جماعة قاعدين نحمصها عدل مدل، ضروري المعجون ينحمس يعطيك نتيجة أحلى وتشمون الريحة. يا سلام. راح أضيف الآن ما يقارب يعني 1 كوب موية، نخلي الدجاج يطبخ فيه تقريبا حول 20 دقيقة لأنه راح يكمل بعدين طبخ. خلينا نخليه يطبخ تقريبا حول 20 دقيقة. بهدي الحرارة شوي وبغطي بنات أحسن، يستوي أفضل عشان ينكتم زين ويستوي من كل جهة. راح أهدي الحرارة خليها على رقم 6 تقريبا. هنا بنات حطينا الموية تغلي وراح نحط الرز الآن ونخليه ما نحركه. راح أضيف له شوية زبدة، راح أضيف الآن الزبدة ونخليه. بنات لا تحركونه لا تحركونه، تقريبا راح نخليه بعد الغليان تقريبا حول 3 إلى 4 دقائق، بس بعد الغليان لأن نبغاه يستوي 3/4 سوا. هنا يا بنات الدجاج اللي سويناه راح نبدأ نصف البطاطس المقلي عليه. كل خضارك ابدي صفي الخضار حقتك عليه، راح أبدأ بالبطاطس وأكمل عن مسبق. عندي هنا برضو جزر مقلي وفليفلة وفلفل حار، وراح أكب الرز اللي أنا سلقته 3/4 سلق. الرز اللي سلقناه راح نبدأ نحطه بهذا الشكل، ودينكم تشوفون ما شاء الله تبارك الله حبة الرز ما شاء الله تبارك الله مرة كبيرة. طيب طول دقيقة وراح يكون ألذ مقلوبة عندك جاهزة. راح نغطيه الآن زي ما قلت لكم، بنخليه تقريبا 1/4 ساعة إلى 20 دقيقة. نحطها فيك. يلا بسم الله بسم الله بسم الله. آه 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 آه. يا سلام. طبعا لازم زبادي مع المقلوبة وأكيد معبوش حار. يمي يا جماعة، أبيكم تشوفون الرز، أبيكم تشوفون حبة الرز كيف ما شاء الله تبارك الله، ونفس الطعم اللي انتم متعودين عليه. ما أحكي لكم عن اللذاذة، جربوا وادعوا لي.